القوات الأمنية العراقية تمكنت من الانقضاض على هجوم كانت تنوي مجاميع تعمل خارج إطار الدولة والقانون من تنفيذ هذا الهجوم خلال هذه الأيام، ولكن القوات الأمنية تمكنت فعلا من ضبط هذا الهجوم قبل 3 أيام من هذا اليوم، أي في 19 من أبريل الحالي. وهذه جميعها جاءت لنا وحصلنا عليها من مصدر أمني خاص كشف لنا جميع التفاصيل إلى هذه العملية التي قامت بها القوات الأمنية. القوات الأمنية تمكنت فعلا من ضبط عجلتين هي كانت متوجهة وهي تتحرك في مدينة بعقوبة طبعا التي هي موجودة في محافظة ديالى، وبعدما تمكنت من ضبط هذه العجلات طبعا كان هنالك ركابا بحسب ما كشف لنا هذا المصدر الأمني الخاص، وأكد بأن هؤلاء الركاب طبعا هم خرجوا من هذه العجلات وهربوا قبل وصول القوات الأمنية، ولكن في نفس الوقت هم تركوا كل أجهزة الموبايل أو الأجهزة الجوال الخاصة بهم، تركوها تماما وهي موجودة في هذه العجلات الكثير منها، وبالتالي هذا ما مكن القوات الأمنية من الحصول على الكثير من المعلومات حول من كان موجودا في هذه العجلات، وكذلك إلى أي أطراف ينتمون بالضبط. وكذلك في نفس الوقت والأهم من كل هذا الأمر هم أنهم وجدوا طائرتين مسيرتين، وهذه الطائرات المسيرة التي أتحدث عنها هي إيرانية الصنع من نوع IRN-16، وهذا يوضح بأننا أمام الفصائل المسلحة الموالية لإيران مرة ثانية وهي تحاول من القيام بهجوم خطير للغاية. وهذا الهجوم أيضا كشف لنا هذا المصدر الأمني بأن الهجوم بالنسبة لهذه الطائرات المسيرة الموجودة في إحدى هاتين العجلتين التي تحدثت عنها هي كانت تستهدف بشكل مباشر وكانت تنوي استهداف إحدى مصافي تكرير النفط الموجودة في شمال العراق، وعندما نتحدث عن شمال العراق نتحدث عن المناطق الموجودة باللون الأصفر هنا وهي طبعا مناطق سيطرة حكومة إقليم كردستان، وباللون الأحمر هي مناطق سيطرة بكل تأكيد ونفوذ الحكومة العراقية أو الحكومة الاتحادية بشكل عام. وعلى هذا الأساس الهجوم طبعا كان من الممكن أن يكون خطيرا للغاية، ولكن كيف من الممكن للقوات الأمنية أن تعرف تفاصيل بأن هذه الطائرات المسيرة كانت موجهة على إحدى مصافي النفط الموجودة في شمال العراق، ممكن أن تذهب إلى أي مكان آخر خاصة وأنها لا زالت موجودة في هذه العجلات؟ هذا الأمر ببساطة ممكن للقوات الأمنية، وعرفت هذا الأمر كما هو واضح طبعا من GPS الخاص بهذه الطائرات المسيرة، وبالتالي يعرفون تماما إلى أين كان من الممكن أن تكون متوجهة. وعندما نتحدث عن هذه العجلات بأنها موجودة في بعقوبة، أي بما معنى بأن هذه العجلات كان من الممكن أن تتحرك مثلا إلى قرى تبة، إلى هذه المناطق الموجودة بالقرب من قرى تبة على مسافة أقل من 80 كيلومترا، يقومون بتنصيب هذه الطائرات ويطلقوها على إقليم كردستان. من الممكن لهم أيضا أن يكونوا من الممكن أنهم كانوا يتوجهون إلى هذه المناطق الموجودة مثلا في برطلة، كان هنالك هجوما يجب أن لا ننساه أبدا في 6 أبريل الحالي من جنوب برطلة بالصواريخ طبعا التي نتحدث عنها الجراد، كانوا يستهدفون أيضا إحدى المنشآت الخاصة أو المصافي في تكرير النفط الموجودة طبعا إلى شمال غرب أربيل. كان من الممكن أن تقطع هذه العجلات كل هذه المسافة، ونتحدث عن 370 كيلومترا كان من الممكن أن تقطع هذه المسافة وأن تطلق الطائرات من منطقة قريبة، ولكن أيضا عندما نتحدث عن طائرات مسيرة أيضا كان من الممكن مثلا أن تنطلق من بعقوبة على سبيل المثال من نفس الموقع، ولن تحتاج إلا ما يقارب 270 كيلومتر أو أكثر قليلا لكي تصل مباشرة إلى أربيل، وممكن أن تشكل خطرا كبيرا، وهذه ليست طبعا بالمشكلة بالنسبة لهذه المسافات على الطائرات المسيرة. وهذا المصدر الأمني الخاص كشف لنا أمورا وتفاصيلا وصورا هي تعرض لأول مرة هنا على قناة التغيير وتحديدا في برنامج رأس السطر هنا، وكشفوا لنا وسربوا لنا هذه الصور التي ترونها أمامكم. هذه هي العجلات، هذه هي العجلتين أو المركبات التي طبعا ضبطتها القوات الأمنية العراقية، وفي خلف إحدى هذه العجلات كما تلاحظون الطائرتين المسيرة كما ترونها هنا، البطارية الخاصة بها، كل المعدات الخاصة بها. واضح أن الطائرات المسيرة لم تكن معدة للإطلاق، بل إنهم كانوا ينوون نقلها إلى منطقة معينة للقيام بإطلاق هذه الطائرات المسيرة، وكذلك
هذه هي المنصة التي وجدتها القوات الأمنية طبعا، والتي كانوا ينوون استخدامها في إطلاق هذه الطائرات المسيرة. قد تبدو المنصة صغيرة نوعا ما، ولكن الأمر مختلف مع هذه الطائرة. هذه هي الطائرة التي أو الطائرتين، طبعا هذه واحدة من الطائرات التي التقط الصورة لها، التي كانت تنوي الفصائل المسلحة الموالية لإيران استخدامها ضد أربيل. وكما تلاحظون من هذه الطائرة بملاحظات سريعة، سنلاحظ بأننا أمام هذا الرأس الخاص بهذه الطائرة المسيرة، والذي يوضح بأن هذه الطائرة المسيرة كانت طائرة مفخخة، هي ليست طائرة قاصفة، أي بما معنى أنها ذاهبة باتجاه واحد لتنفيذ هذه المهمة. كذلك إذا ما ألقينا نظرة وتذكرنا قليلا ما الطائرات المسيرة التي قامت بالعديد من الهجمات هنا وهناك، سنلاحظ بأن هذه الطائرة المسيرة هي ليست غريبة أبدا على العراق أبدا. هذه الطائرة المسيرة إذا ما ألقينا نظرة هنا بأن هنالك نوع من الاستيكر أو اللصقة باللون الأصفر، وعادة ما يأتي السيريال نمبر أو الرقم الخاص بهذه الطائرة المسيرة موجودا هنا، وكذلك أن هنالك علامة هنا بهذا الاتجاه قد لا تبدو واضحة، ولكن إذا ما حاولنا أن نقترب من هذا الجناح الذي نتحدث عنه طبعا بكل تأكيد سنلاحظ بأننا أمام هذه الاستيكر التي تحدثنا عنها، التي يتواجد فيها الرقم السري أو الرقم الخاص بطبعا هذه الطائرة، وكذلك هذه الإشارة التي توضح بأننا أمام نوع شكل مربع يختلف باللون عن الطائرة المسيرة. الطائرة المسيرة واضح بأنها لونها أسود، وهي تشبه تماما الطائرات المسيرة التي رأيناها في بداية هذا العام، وتحديدا في 3 يناير في ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس. هذه الطائرة المسيرة تماما إذا ما ألقينا نظرة سنلاحظ بأنها طبعا تحمل نفس الاستيكر، نفس السيريال نمبر، وكذلك هذه العلامة المختلفة باللون، طبعا باللون طبعا بالشكل المربع باللون الفضي المميز، وأيضا باللون الأسود الخاص. نحن تماما نفس نوع هذه الطائرة الإيرانية من نوع IRN-16، وواضح ثأر سليماني استخدموا هذه الطائرات، وبالأحرى طائرتين كانت في 3 يناير موجهة على مطار بغداد، وتمكنت طبعا منظومة السيرام الموجودة في مطار بغداد من التصدي وتدمير هذه الطائرة تماما بهذا الشكل. كذلك هذه الطائرة المسيرة هي ظهرت أيضا العام الماضي، وتحديدا منتصف العام الماضي تمكنت قوات مكافحة الإرهاب الموجودة في إقليم كردستان من ضبط هذه الطائرات المسيرة. نتحدث عن 3 طائرات مسيرة آنذاك كانت متوجهة على القنصلية الأمريكية، ووصلت على مسافة 4 كيلومتر من هذه القنصلية الأمريكية، وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان من تدمير هذه الطائرات كما ترونها. وإذا ما ألقينا نظرة على هذه الطائرة وقربنا منها قليلا واقتربنا منها قليلا سنلاحظ بأن هذه الطائرة نحن أمام نفس الاستيكر، نفس العلامات، اللون الأسود، واضح أيضا أن هذه الطائرة كبيرة للغاية وممكن أن تكون خطيرة للغاية إذا ما طبعا استهدفت هدفها. وبالتالي هذه الطائرات هي ليست جديدة في عملية الاستهداف على أربيل، وهو ليس أمرا جديدا، ولكن ما هو جديد هو ما قامت به القوات الأمنية العراقية من ضبط هذه العملية، وهي لا زالت حتى ولم تصل إلى نقطة الانطلاق التي تذهب إليها، وهذا طبعا قد يعني الكثير. المصدر الأمني الخاص أيضا لم يكتفي بتوفير هذه المعلومات لنا، لا أبدا، بل إنه وفر لنا أيضا صورا تمكن من الحصول عليها من أجهزة الجوالات أو الأجهزة المحمولة التي تركت في هذه العجلات التي تحدثنا عنها، وكشفوا لنا الصور التي ترونها بهذا الشكل. واحدة من أهم الصور التي نشرت هي لهذا الشخص الذي ترونه. هذا الشخص بحسب المصدر الأمني أكدت بأنه هو كان مسؤولا على العديد من الهجمات بالطائرات المسيرة على القواعد التي يتواجد فيها الجيش العراقي، القواعد العراقية بكل تأكيد، وهو معروف لإحدى المجاميع التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون، ويعتقد بأنه كان موجودا في إحدى العجلات وهرب بمجرد ما عرف بأن هنالك تقدما من القوات الأمنية العراقية لضبط هذه العجلات، وتركوا ما تركوه في هذه السيارة بكل تأكيد. وأيضا كانت هنالك مثلا عقدا، واحدة من العقود التي نشرت واطلعوا عليها، هو ليس واضحا طبعا كما هو واضح، لم نطلع على تفاصيله بدقة كون أن الصورة غير واضحة، ولكن في نفس الوقت المصدر الأمني أكد بأن اسم هذا الشخص هو موجود هنا وهو أحد الموقعين، وبالتالي عرفوا الكثير عن هذا الشخص وعن الأطراف الموجودة معه، بل إنهم أيضا المصدر الأمني نشر وطبعا سرب لنا الصور لهؤلاء لمرافقي
هذا الرجل الذي ترونه مثلا لهذا الصورة لهذا الشخص بهذا الشكل، هذا شخص آخر كما تلاحظون، وطبعا هؤلاء أشخاص أيضا آخرين موجودين بهذا الاتجاه، وأيضا لشخص أيضا يقف بهذا الشكل. كل هذه الصور هي موجودة في هذه أجهزة الجوال التي نتحدث عنها، وهذه صورة أخرى أيضا هي مثيرة للغاية، ومن الممكن أن نحاول أن نحصل على معلومة أين التقطت هذه الصورة. من المنظر الأول ومن الشكل الأول يبدو بأنها لم تلتقط في العراق، خاصة إذا ما ألقينا نظرة على قطعة السيارة التي تلاحظونها أيضا، التي هي طبعا تعتبر غير واضحة، ولكن إذا ما حاولنا أن ندقق بهذه قطعة السيارة طبعا للرقم المسجل لهذه السيارة، سنلاحظ عددا من الملاحظات. ممكن أن نصل مباشرة إلى أن أين التقطت هذه السيارة بكل تأكيد، وسنلاحظ بأننا أمام واضح جدا كتابة هنا على ما تبدو طويلة نوعا ما، وهي ليست رقما على ما يبدو بهذا الشكل. كذلك توضح بأن هنالك كتابة تأتي تحت هذه الكتابة التي تحدثنا عنها، هنالك كذلك فراغا في الوسط، وهذا يوضح قد تكون هنالك كتابات ولكنها نوعا ما مختفية بسبب الصورة وسوء الكواليتي أو النوعية لهذه الصورة. وكذلك يبدو بأننا أمام رقم كبير نسبيا مكتوب بهذا الاتجاه، وأيضا يجب أن ننتبه بأن هذه القطعة المسجلة بهذا الشكل، قطعة السيارة، هي تأتي باللون الأبيض، ليس هنالك لون آخر موجود فيها. وبالتالي هل هذه السيارة وهل هذه الصورة مثلا التقطت في إيران؟ إذا ما ذهبنا إلى إيران بسرعة سنلاحظ بأن في إيران قطع السيارات عادة فيها اللون الأزرق الذي يأتي بهذا الاتجاه، أي من اتجاه الشخص الذي التقط الصورة بكل تأكيد، وبالتالي واضح جدا بأنها لن تلتقط في إيران. هل هي مثلا التقطت في لبنان؟ هل واضح أن القطع في لبنان أيضا فيها اللون الأزرق، وممكن اللون الأزرق أن يأتي بشكل طولي من هذا الاتجاه، وأيضا هي تأتي برقم واحد بهذا الشكل التسجيل، نفس القضية بالنسبة لإيران، رقم واحد ليس هنالك شيء فوق شيء. وبالتالي إذا أين التقطت هذه الصورة؟ وهذه طبعا الصورة المهمة التي ممكن أن نصل منها إلى الكثير، الواضح جدا بأنها التقطت في سوريا من خلال هذه العلامات. هذه هي واضح جدا بالنسبة للقطعة في سوريا، أولا أنها باللون الأبيض واضح جدا، دمشق مثلا على سبيل المثال كلمة واضحة جدا، هنا رقم السيارة، هنا رقم كبير في السيارة عادة، وهذه هي المنطقة الوسطية التي تأتي بخط أنعم نوعا ما، وبسبب نوعية الصورة هي لم تكن واضحة، ولذلك يبدو بأننا أمام صورة التقطت لهذا الشخص في سوريا، وهذا يؤكد بأن هذه الأطراف هي أيضا من الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تتحرك في سوريا إلى الداخل العراقي وغيرها، وهي متنفذة وتمتلك طائرات مسيرة وغيرها، ومسؤولة عن العديد من العمليات. هذا ما يبدو طبعا بكل تأكيد من هذه الصورة التي نتحدث عنها بهذا الشكل. وكذلك كانت هنالك صورة أخرى أيضا مثيرة سربت من هذا المصدر الأمني الخاص لنا، الواضح جدا بأننا أمام ثلاث أشخاص وهم يجلسون، والورود واضحة جدا، قد لا يبدو هنالك كثير من العلامات لكي نعرف أين هم يجلسون، ولكن بملاحظة هذه الورود الموجودة فهي ورود من نوع شقائق النعمان، وبالتالي ممكن جدا شقائق النعمان هي موجودة في العراق في عدد من المناطق القليلة، ولكن هي ليست، العراق ليس معروفا بزراعة شقائق النعمان بهذا الشكل الكبير، بالنظر إلى المنطقة الجبلية، بالنظر إلى شقائق النعمان، وبالنظر إلى طبيعة الملابس التي يرتدونها قد، وأيضا مع الأخذ بعين الاعتبار طائرة المسيرة إيرانية، هم موجودون في صور في هذه الجوالات التي تحدثنا عنها الموجودة في العجلات، واضح جدا بأننا لسنا أمام منطقة غير إيران، وبالتالي يرجح ويبدو من زراعة شقائق النعمان المشهورة بها إيران كثيرا، قد تكون هذه الصورة أيضا من خلال هذه العلامات البسيطة التي تحدثنا عنها أنها التقطت في الداخل الإيراني. ولكن الأمر الذي يجب أن نفهمه تماما، أين كان هذا الهدف، وأين كان من الممكن لهذه المصفات أن تستهدف؟ أي مصفات موجودة في إقليم كردستان كان من الممكن أن تستهدف؟ إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي وتوجهنا مباشرة إلى أربيل بالقمر الصناعي، ونأخذ بالهجوم الذي تم في 6 أبريل الحالي، سنلاحظ بأننا أمام أربيل هنا، وإذا ما توجهنا إلى شمال غرب أربيل على مسافة 20 كيلومترا سنكون أمام هذه المصفات التي استهدفت بأربعة صواريخ جراد، واحدة من الصواريخ طبعا لم تنطلق، مصفات
كبيرة للغاية، وهذه المصفاة طبعا كانت عملية انطلاق الصواريخ ضدها هي جاءت من منطقة ليست بالبعيدة أبدا بالنسبة لهذه الصواريخ. طبعا إذا ما توجهنا إلى نقطة الانطلاق وأخذنا عددا من الملاحظات بحسب أيضا المصادر الأمنية التي تحصلنا عليها أثناء يوم الهجوم، هنا كما تلاحظون برطلة، وهنا منارة شبك، وهنا قرية أخرى وهي قرية كرملس بهذا الاتجاه، وكانت نقطة الانطلاق هي تأتي من هذه المنطقة التي نتحدث عنها متوجهة طبعا على هذه المنطقة التي تحدثنا عنها على مسافة 32 كيلومترا تقريبا على هذه المصفاة. وبالتالي واضح جدا أن هذه المنطقة كان من الممكن مثلا أن نرى طائرات المسيرة أن تكون قريبة من هذا الموقع وأن تضرب ضربة كبيرة، وطائرة مسيرة ليست صواريخ، طائرة مسيرة تصيب أهدافها بدقة، هي لا تخطئ، مع العلم بأن هذه المصفاة ليس هنالك منظومات دفاعية ممكن أن تتصدى إلى هذه الطائرات المسيرة. ولكن الأهم من هذا الأمر، هذه المصفاة تابعة لمن؟ هي تابعة إلى مجموعة كار التي يعتبر مديرها التنفيذي الشيخ باز رؤوف كريم، الذي ضرب منزله بالصواريخ البالستية الشهر الماضي بهذا الشكل مباشرة من الداخل الإيراني. والمشكلة بأن هذه التفاصيل، ورغم دعاوى وادعاء إيران كثيرا أن هذا مقر للموساد، إلا أن ما تبين فيما بعد بحسب معلومات نشرت من رويترز واهتمت فيها الوول ستريت جورنال، أكدت بأن كانت هنالك اجتماعات متعلقة بصفقة غاز بين مجموعة كار، وقعت أساسا منذ شهر فبراير الماضي مع عدد من رجال الأعمال الذين كانوا يتواجدون ويلتقون هنا من أجل قضية متعلقة بالغاز، قضية اقتصادية لا علاقة لها بالموساد الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال. وأيضا المثير بالأمر بأننا عندما نتحدث عن 19 من أبريل في هذه العملية وفي تاريخ عملية القوات الأمنية في ضبط هذه الطائرات المسيرة، هي تأتي في نفس تاريخ هذه الزيارة لرئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني ووصوله إلى لندن في زيارات مكوكية متعلقة في الغاز، ولقائه طبعا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والتي أكدت بعد ذلك رويترز بأنه قام بلقاءات الوفد الكردي، قام بعديد من اللقاءات متعلقة بالغاز وغيرها من أجل سد ثغرة الغاز طبعا والعقوبات المتعلقة بالغاز الروسي. وبالتالي القضية وما فيها بأننا أمام حرب خطيرة للغاية بكل تأكيد، وعلى هذا الأساس قد نكون أمام بداية كبيرة جدا لحرب للمسيرات.